بكم إلى موجز أحداث إفريقيا على قناة الحدث الإفريقي. أشرف رئيس الجمهورية الموريتانية يوم الجمعة في بلدية جول بولاية كوركول على انطلاق فعاليات مهرجان جول الثقافي. وفي كلمة له بالمناسبة قال رئيس الجمهورية إن الحكومة الموريتانية مصرة على ترقية التنوع الثقافي واللحمة الوطنية من أجل اكتساب الاستمرارية التاريخية وصمود الدولة والشعب، مضيفا أن التنوع الثقافي يشكل عاملا فاعلا في ترسيخ الوحدة الوطنية وتقوية اللحمة الاجتماعية. أعلنت وزارة الصحة في تنزانيا يوم الخميس عن اكتشاف مرض غامض في البلاد خلف 5 حالات وفاة، وحسب الوزارة فإن 7 أشخاص ظهرت عليهم أعراض المرض غير المعروف حتى الآن، وتتعلق الأعراض بالحمى والقيء وقصور كلوي. وقالت الوزارة إنها بدأت التحقيق لمعرفة أسباب المرض وطبيعته، وأخذت عينات من المرضى والأشخاص الذين توفوا لتحديد طبيعة المرض. ولم تربط بعض السلطات الصحية ولا منظمة الصحة العالمية بين اكتشاف المرض الغامض وفيروس الإيبولا القاتل، وكانت تنزانيا أعلنت العام الماضي اكتشافها مرضا غامضا انتشر في البلاد وقتل 3 أشخاص وأصاب العشرات. وكشفت السلطات على أن المرض هو داء البريمات وينتشر عبر بول الحيوانات وتسبب الحالات الخطيرة منه في الوفاة. أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية يوم الجمعة تسجيل 59 إصابة جديدة بكوفيد-19 دون تسجيل وفيات بالجائحة خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 مارس الجاري. وأضاف المصدر أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 1,272,585 منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020. ويبلغ مجموع الحالات النشطة 66 حاليا، في حين لا توجد حالات خطيرة متكفل بها بمجموع التراب الوطني. رفضت إثيوبيا تصريحات غير مسؤولة منسوبة إلى وزير الخارجية المصري وتحمل تهديداً لإثيوبيا بشأن سد النهضة. وأوضحت الخارجية الإثيوبية في بيان لها أن تصريحات وزير الخارجية المصري تشكل خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكد أن مصر لها الحق في الدفاع عن مصالح شعبها، ومصر تتخذ مواقف منضبطة وتراعي كافة الاعتبارات والعلاقات، وعلى حد تعبيره كل الخيارات مفتوحة وتظل كافة البدائل متاحة، ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها. انتهى الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.